It is now time for the candidates to deliver their closing. من الإجهاض إلى الإرهاب مرورا بالهجرة والاقتصاد، تبادل الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب الاتهامات والهجمات. مناظرة تاريخية تأتي في سياق دولي متأزم تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات جمة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. We are very, very close to World War III, and he. نحن أقرب إلى حرب عالمية ثالثة، وبايدن يقودنا إليها. بايدن لا يحظى باحترام من الرئيس الصيني ولا الروسي ولا من زعيم كوريا الشمالية، كما أنهم لا يخافون منه. أنت تريد حربا عالمية ثالثة؟ دع بوتين يواصل وينتصر في حرب أوكرانيا وقل له أن يفعل ما يحلو له مع الناتو. حاليا الحاجة ماسة لدى الولايات المتحدة لحماية العالم لأن سلامتنا على المحك. وبينما ركزت الأسئلة الأولى على الاقتصاد، عمل ترامب وبسرعة على تحويلها إلى ردود حول أزمة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. عندما كان ترامب رئيسا كان يفصل الأطفال عن أمهاتهم ويضعهم في أقفاص، وليست هذه الطريقة الصحيحة للعمل. لقد غيرت القانون بطريقة جعلت أعداد المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني تنخفض بنسبة 40%. We had the safest border in the history of our country. كانت لدينا أكثر الحدود أمانا في تاريخ بلادنا، وكان على بايدن أن يترك الأمور على حالها. لقد قرر أن يفتح حدودنا وبلادنا أمام أشخاص كانوا في السجون وفي المصحات العقلية وأمام الإرهابيين. الأداء الذي وصف بالمتعثر للرئيس الأمريكي جو بايدن في المناظرة الرئاسية الأولى دفع أغلبية كبيرة من المشاهدين إلى الاعتقاد بتفوق المرشح الجمهوري دونالد ترامب وفقا لاستطلاع أجرته شبكة CNN. الشبكة قالت إن النتائج تمثل تحولاً بعيداً عن استطلاعات الرأي في عام 2020 التي أظهرت حينها أن بايدن تفوق على ترامب خلال مناظراتهما الرئاسية. وفي أعقاب مناظرة الخميس تردد التقارير عما وصف بالذعر العميق بين الديمقراطيين بشأن أداء بايدن، حيث دعا البعض إلى استبدال الرئيس كمرشح للحزب. تاريخيا تكتسي المناظرات الرئاسية أهمية كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تجرى هذا العام في ظل مناخ سياسي شديد الانقسام وغير مسبوق في التاريخ الأمريكي.